وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد كرمت الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص أسامة بن عبد الله العبسي ضمن 10 شخصيات عالمية قدموا جهودا متميزة على صعيد مكافحة الاتجار بالأشخاص. وبهذا التكريم يعتبر العبسي أول شخصية رسمية خليجية تحظى بهذه المكانة الدولية في هذا المجال. وقد رفع العبسي بالغ الشكر والامتنان إلى سمو ولي العهد على الثقة والدعم اللامحدود وتوجيهاته السديدة ومتابعة اللجنة التنسيقية التي أولت موضوع مكافحة الاتجار بالأشخاص اهتماما كبيرا من خلال الدعم الكامل لتوفير كافة الموارد والإمكانيات لضمان نجاح جهود مملكة البحرين واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص. وأكد أن هذا التكريم هو بمثابة اعتراف دولي بالجهود التي تبذلها مملكة البحرين في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وفي الارتقاء ببيئة العمل وتطوير نظام الوقاية لتجنب وقوع الضحايا وحماية الضحية إن وجدت، إلى جانب وضع الآليات الرادعة لمحاسبة مرتكبي هذا الجرائم أو هذه الجرائم، وهذا ما يضمن حفظ الحقوق لكافة الأطراف دون تمييز، معربا عن فخره واعتزازه بالعمل والمساهمة في جهود مملكة البحرين بهذا المجال. وتقوم وزارة الخارجية وكجزء من تقريرها السنوي لتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص بتكريم 10 شخصيات على مستوى دول العالم، وهم الذين أسهموا بصورة كبيرة في مكافحة الاتجار بالأشخاص على المستويات المحلية والإقليمية.